كارلو أنشيلوتي ضد هانس ديتر فليك في أسبوع أوروبي ميدويك كان أكثر من رائع، كان مميز وساحر بريمونتادة المدريد، والريمونتادة هي تعرف على أنها الإبنة البكر للمرينجي ريال مدريد. برشلونة، برشلونة أيضا، قلت برشلونة يتألق وينتصر. كيليان الجول، كيليان، كيليان يضيع الهدف الأول. بدري، بدري 1-2 والدفاع بين 1-2 لم يسار لم يمين. يمان، يمان ممتاز الباس والركنية، احضر الزاوية والزاوية عدد 3، الركنية الثالثة للمرينجي. هذا هو كيليان، مشال فيني رجع لمبابي، يمال يمشي، يمال يجي، وقوة من البارسا وليفاندوفسكي صار هداف بالفترة مرة أخرى، وضاع طار ليفا. ممكن شارك الكابتن عندها دخل، والحارس اوت، والهدف الأول اوت 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 من كيليان. تسلل من جديد لحد الآن خطة فليك بالدفاع المتقدم ومصيد وبارسي ليفاندوفسكي، فما فاول خطة لبرشلونة. 18 دقيقة الكورة، ربلة من يمان، لمين 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 وضاع الكورة لونين، لمين ولونين، لمين لمين يخاف بينما مبابي، والهدف الأول مش ممكن، الهدف الأول أوفسايد. تسلل، تسلل المرة الثالثة، احذر الأوفسايد يا فليك، هذا اللي نبهك منه. هنا كورة من بيليغان ما دخلتش، بين يصدها أم لا، شوف الكورة أوبرس، خطورة الريال غايب. سنرى كيف سيتعامل. يباسي لفيني، أول لمسة من فيني ويضيعها فيني. أوفسايد، أوفسايد، التسلل من جديد، مصيدة التسلل. فيني هز على اليسار، وسط الكرة وشوت. رافينيا كان أفضل يلعب مع بالدي، كان أحسن يلعب مع بالدي، سحب الثلاثية والأتريك في مرمى بايرن ميونخ. جاهم الطيارة، جاهم الطيارة وكل، مش ممكن، مش ممكن ما بادر مدريد، مش ممكن ما بادرت فيني، فيني تحط الكورة لبيلينغهام جول، تلعب انت في الزاوية البعيدة جول، شوف الوحدة الدين، ضربوها من بالجدار، ينطلق بسرعة الصوت، ويهرب كامافينجا، وكامافينجا ضيع أوفسايد، كامافينجا يهدر أوفسايد. اليوم صوت التسللات، يمشي بالكرة جوب بيلينغهام، يمشي بيلينغهام هربت عليه، هربت عليه، حط الكرة مش الشوط، التسديدة والحارس، ومرة ثانية وجول، مش ممكن كانت قريبة، قريبة لبرشلونة، متى تحرك بيدري، ومتى يظهر لمين، ومتى ينشط رافينيا، فن الفريق البرشلوني، رافينيا، رافينيا والراس وممتازة، طار عليها مارتينيز. هذا هو مارتينيز، ورب كيليان، ورب مبابي، والكرة إلى كورنر، ضغط كثيرة، ويمشي مبابي، وحط الكرة والهدف الأول، هل فيها رأي ولا لا؟ فيها جول، فيها جول، فيها كيليان مبابي، 1-0 كيليان جول، 1-0 مبابي، في وقت الحديث عن دفاع، ما يهنينيش، ما يطمنيش، يضرب الدفاع، الدفاع المتقدم قلت لك اختان فالفيردي. يمشي فيني وبرافو الدفاع، التماسي عن طريق كوندي، يلعب كوندي 34 ماتش وتعادل في 9، والتسديده في محاوله ولكن اوت من لامين يامال. ليفاندوفسكي ولكن تفقد هجومه والهربه من بالدي، يعدي يمشي فيني، فيني جونيور، بالدي رب، يمشي كوره فالفيردي، فالفيردي بالكوره تمشي عن طريق فيرمين في ظهر بدر الليله من دون اهداف، ومحال ارى ان ننهيها من غير جولاتو، فمن يسجل؟ ريال مبابي، فيني الحل، فيني الهروب والشوط، وسيكون في الشكل الحقيقي، خط مره في جيل يحبها، يهرب كيليان، يرتجل، مبابي شعلها، مبابي ما يعديش، وينظر، يخرج لونين، لونين ولينفا، لمين؟ لاني فورستو، لمين يامال شو يعمل؟ لمين؟ حلقة الثاني خطيرة، والكرة الصعبة على برشلونة، ترجع الكرة من لامين يامال، لامين ما يعديش، خطيرة الكرة، يمشي بالكرة، ليفاندوفسكي حط الكرة جول، ليفاندوفسكي جول، ليفا جول، ليفا كسر التسلل، ما عجز عنه مدريد،
يحققه برشلونة. برشلونة الصوت الثاني غير برشلونة الصوت الثاني، هي برشلونة أيام زمان، أيام المتعة والفرجة، أيام تسجيل الأهداف. ليفا جول، ليفا جول، يفك العقدة، يحل السفرة ويسجل مرة أولى في الليغا في الغريم الأزلي. 1-0 واجب خطيرة، والثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني ليفا، ليفا ليفا ليفا. صوت أول ضد البافاري والصوت الثاني ضد نادي ريال مدريد في سفر ليفاندوفسكي. ليفا يطير، ليفا يحلق ويضرب في الصميم في سفر برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي. الريال بدون دفاع، الريال بدون مدافعين، يدخل بابي يامور، بابي شوت، والحارس موجود، موجود البانيا. ممكن أقول وأزف بوشر بالنسبة لي الكرة، فماش له التسلل، فما كرة كونتي والركنين، ركن في مدريد خاصة. ترجع الكرة لبرشلونة، الصنعة، الذكاء، الشباب، استثمار الفرص والانتهاز. برشلونة قوي، تكون لافوريا الروخة في التوب. خطأ، فاول، تدبير ليسبقية، استهلاك اللي من يحفظ رقمه لحد الآن. ولكن يامر، كيليان مبابي ضيع كورة وخطيرة وبعيدة، مش ممكن أوفسايد. أوكي، يدخل مبابي، مبابي يحط الكورة، هل في أوفسايد أم جول؟ تسلل، تسلل، هذا كيليان رجول، تمشي كورة خطيرة عرضية والحارس يامال، الثالث، الثالث، مودريتش، خطيرة، وبيلينغهام، والكرة ضاعت يا إبراهيم، على دخولك يا إبراهيم، الهدف الثالث، على دخولك يا إبراهيم، الهدف الثالث. عالمي يا لامين، عالمي يا يامال، أسطوري يا يامال، الميسي الصغير يسجل 3-0، 3-0 في مرمى لونين، 3-0 في مرمى لونين، انتصار عالمي. وبرشلونة من جديد عاد لكم البلاو، عاد لكم الكرانة، هدف ولا أروع، الرقصة، والثالث الرابع رافينيا، الرابع رافينيا، كجول كجول كجول، جولاثو يا رافا، جولاثو جولاثو جولاثو. 4-0 بذكريات موسمين للوراء، 4-0 رافا، رافينيا جول، 4-0. النتيجة ستلقي بدلالها على ريال مدريد، 4-0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيبة جديدة، 7 أمار بالمعادي، عميل كلمنا عنده النايل سات على طبق 60 زي ما انتم شايفين كده، وعايزين نركب باقي التركيبة بعمر 8 أمار. ده احنا لسه جايين حالا يعني، ماشي. فلما بجيلك كعميل بجيلك كده بالظبط، بجيلك بالمنظر ده، بجيلك بالحاجة كده بالظبط. عشان ليه؟ كل الوقت ده بوفره عليك. الوصلات بجيلك بيها كده بالظبط، وصلالك، بجيلك بيها كده بالظبط. الطبق بجيلك بيه كده بالظبط. انا كل اللي انا عملته بس ان انا ايه، كسرنا حته طوبه صغيره جدا 10 سم في 10 سم، عشان كده بنحط الاستاند التاني بنحمله، وفي نفس الوقت بيبقى انتقله بحيث ان انا ايه ما نكسرش في بلاك كتير ونثبت الاستاند. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2:10. طيب هتوفر علينا وقت يا ابو عمر كعميل؟ هوفر عليك كتير لما اكون جاي لك محضر الحاجه، خلاص. لان انا عشان اعمل الكلام ده كله انا باخد من ساعه ونص لساعتين في البيت، فبالتالي كل ده بجهزه في البيت باجي لك. الساعه كام دلوقتي؟ 2:10. طبعا في برج هنا ممكن يعمل معانا مشاكل، مكان مفتوح، احنا في المعادي، ابو راجل المعادي هناك اهي، ان شاء الله مش هيبقى في اي مشاكل خالص. نخلص التركيبه واقول لكم خلصناها الساعه كام بالظبط وخدنا وقت قد ايه. والريسيفر طبعا من تحت العميل جبنا له سنتر 40-40، متظبط، متجهز بالثمان اعمار، يا دوب على التشغيل على طول. الفيديو ده ينزل، الفيديو اللي بعده ان شاء الله بالتركيبه بعد ما خلصت، بالتثبيت بكل حاجه، وخدنا وقت قد ايه. سلام يا رجاله.